السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السادة المشاهدين من المقاطعة الإدارية المنيعة، بالضبط من مكتب السيد عبد الكريم بولعامة مدعو بكازروف، مدير لشركة الأشغال الكبرى للطرقات. طبعا في مبادرة خيرية جميلة ورائعة جدا الذي يعني يحتضنها وقد سرد لي تفاصيلها وسيقول لكم محتواها، وهي مسابقة لحفظ كتاب الله العزيز في شهر رمضان المقبل سنة 2019 ميلادي الموافق ل 1440 الهجري، ويفصلنا عليها قرابة ال5 أشهر وال6 أشهر. هو أراد أن يبلغ هذه الرسالة وهذه المسابقة للأطفال، وقد يعني ألح أن يكون سن الدخول هذه المسابقة من 16 سنة فما تحت، ويكون احفظهم لكتاب الله، يعني احفظ شخص في هذه المجموعه سيكون له يعني جائزه، والذي سيفصح عنها سيد عبد الكريم. عبد الكريم بن عم، يعني كيف جاءتك هذه الفكره يعني في مسابقه حفظ الكلام وحفظ القران الكريم وتكريمه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هذه المبادره درناها مش بينا باش فوخ ولا شيكي ولا حاجه، احنا بغينا الاولاد الصغار على 16 سنه وما اقل باش على الاقل يكونوا لاهين في القران، ما يكونوش في المقاهي، ما يكونوش في لعب الكره، ما يكونوش في لعب بالدراجات في الشارع. حبيت الناس هاد الاولاد باش قلت لهم هاد المبادره تاع عمره، الاول عمره والثاني دراجه والثالث كما يقولوا دراجة هوائية. دراجة هوائية، هذا باش ما ننجع منهم الأجر شوية. يقول لك إنسان كي يحفظ القرآن هو عنده نص وأنا عندي نص. هذه هي الشركة على وش بقات تدير في شهر رمضان، لخاطر احنا في شهر رمضان كنا نكرموا الأئمة، الناس اللي يقوموا بالصلاة. درك اختار الشركة نتاعنا لأولاد الصغار من 16، ماذا بينا باش يكونوا حفظة القرآن تكون كمية كبيرة هنا في مدينة المنيعة إن شاء الله. يعني يكون المشاركة بنسبة كبيرة، والجائزة الأولى كما قلت أنها عمرة إلى البقاع المقدسة، والجائزة الثانية عبارة عن دراجة نارية، والجائزة التالية عبارة عن دراجة هوائية. ولكم يعني جزيل الشكر في هذه المبادرة الخيرية، وقد قلت وأسلفت أن كنت يعني كانت الشركة تكرم الأئمة والمؤذنين وإلى غير ذلك، وهذه الطبعة التي ستكون في مسجد سيد الحاج بحوص والتي يحتضنها مسجد سيد الحاج بحوص سيكون فيها هذه السنة للأطفال وحفظة كتاب الله. ويعني السؤال يعني الذين يشاركون يعني من الحي أو من خارج الحي أو من أي مكان بمدينة المنيعة؟ احنا ماذا بيا يكونوا كل شباب المنيعة، بلدي الولاية المنتدبة تاع المنيعة ودائرة حاسي القرع، كل سما الولاية المنتدبة يعني بلدية حاسي القرع والمنيعة. اللي حاب يشارك مرحبا وسهلا. بارك الله فيك. إلى هنا السادة المشاهدين، سيكون يعني الإشعار عن المسابقة في الأيام المقبلة إن شاء الله، يعني كيف يكون التسجيل، أيضا سنقول من سيكون إن شاء الله المشرف على المسابقة والذي سينقط المسابقة. إلى هنا كان معكم كمال الجزائري محاورا، والسيد عبد الكريم بن عامر المدعو كزروف مدير شركة الأشغال الكبرى للطرقات صاحب هذه المبادرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.